مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا مع الأخت لطيفة والزوج ديالها اللي جو المغاربة تبعوا القصة ديالهم. أخت لطيفة اللي هي مشهورة بالسويسرية اللي تعرضت لتسميم بطرق جد بشعة، هي والزوج ديالها. الخادمة اللي سممتهم خدات عقوبة سجنية 20 سنة، والأطراف اللي شاركوا معها في الجرم 3 سنوات لكل واحد منهما. الإشكال التي تطرح في الملف هو بعض المستجدات في القضية، غادي نشوفوها مع الزوج ديال لطيفة. إلا كان ممكن مصطفى عود لينا آخر مستجدات في الملف، فين وصل، وذاك السيد اللي كان شي طرف تذكر تعتقل وخرج، وكذلك واحد التقرير طبي تيقول بأن عندكم عاهة دائمة. أعطيني هاد النقط. السلام عليكم، شكرا لك خويا يوسف. المهم نشرح لك بان مؤخرا لقيت واحد التسجيل انايا في التليفون عندي، مع كنقلب لقيت واحد التسجيل ديال هذيك الخادمه كتهضر مع واحد الشخص، الصوت ديالهم بجوج، بانها كتقول ليه راه غادي نمشيو للحبس كاملين، انا راه ما عليا نقر ونعترف بكل شيء. وفاش دينا داك التسجيل رفعنا الشكايه عند وكيل العام بالدور ديالو حتى للدرك الملكي، نادو لقاو عليه القبض وتقدم عند الوكيل الملك في حالة اعتقال، واتقد التحقيق اعتقلو في المرحلة التمهيدية. في التالي كنتفاجئو بان قال لنا قاضي التحقيق بانه راه غادي يدير لهم واحد المواجهة، هو الخادمة، هذاك السيد هو الخادمة. فاش قبل ما يديروا المواجهة خرجوه صراح مؤقت. تما طرحت لينا علامات استفهام، علاش واحد الناس عصابة باغي كنموتو حنا يوميا، راه ماشي يوميا كنموتو، يوميا الاعراض انا ولا الزوجة ديالي راه مؤخرا نعسنا في السبيطار دو جوغ، ودرنا فيبروسكوبي ولقاو عندنا باننا عندنا إكخونيك، عندنا مرض مزمن في المعدة، أبار على الكلاوي، أبار على الناس اللي مرض، أبار المهم كاين بزاف ديال الحوايج. وهاد السيد خرجوه صراح مؤقت. وفاش نهار داروا المواجهه مع الخادمه قالت لهم فعلا هي راه عارف القضيه كامله، عارف كل شيء، راه عارف لانه هو كان كينسق معاهم. وفي الحكم اللي عليها هي وعلى على هذوك الثلاثه الاخرين اللي عطاهم 3 سنين اعطاء، قال لك في التكييف ديال الحكم اعطاء مواد ضاره بدون نيه القتل. هي راه ما كانتش ما عمرها هي كانت كتشري مع عند شي واحد، ولا هما راه كانوا كيوجدوا ليها، كيورغانيزيو ليها، كيوجدوا ليها كل شيء. لا داك اللي خدام في لومبيلونس وهذاك اللي في الحاله المدنيه هما اللي كيوجدوا كيبروباريو، وهذاك الشوش ديال القياده كيوصل، وهذاك ولد خالها كيجيب لهم داك الزغب ديال الحلوف وكيجيبوا لهم الغابه، وكاملين هما عارفين باننا غنموتوا حنايا. هاد الوصفه هادي اللي كانوا كيديروا شنو فيها؟ على ديك اللسان ديالها كتقول لك هي فيها زغب الحلوف والعود، واحد العوده مسخساخ، والفاسوخ الكحل والملح الحي، والمزهر قال لك كيديروا داك المزهر على حساب الريحه ما تبانش، كانوا كيوجدوا لي هذاك الشيء. ولكن هاد الشيء الحاله ديالنا غادي وكتدهور بزاف، ما عرفناش حنا اشنو دايرين بالضبط في هذوك المواد، لا شنو دايرين فيهم، لاننا ولينا دابا كنموتوا يوم على يوم، والناس الاخرين اللي كانوا محرضين وباغي القتيلة ديالنا حرين تالقين كيدوروا بكل حريه ديالهم، وبكل ديما كنتعرضوا للتهديدات، ولا حاسب ولا رقيب. ما فهمتش انايا والله العظيم، وليت انا ولا الزوجه ديالو ولينا كنحسوا واحد بعض الاوقات بحال حنا في غابه، حنا راه كنموتوا يوميا، راه ماشي لا اله الا الله وصافي. هادشي اللي غنقول لك الله يفرجها لكم. غادي نشوفوا استاذ العين يدخل على الخط، ولا عند المفتيكم غادي نشوفوا مع الشق القانوني في الموضوع. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الوضع الصحي ديال الزوجه ديالو لطيفه. الوغ حنا كنعيشوا الرعب اكتيالمون، كنعيشوا الرعب والتهديد والحاله الصحيه ديالنا كتدهور غرافمون تري غرافمون.
يعني التحاليل اللي كنا درنا في شهر 9 بارابور التحاليل اللي درنا دابا، اي بي لوسبيتاليزاسيون اللي كنا ناعسين في لا كلينيك، والريزولتا ديال كل شيء ولا بيوبسي وطو الغابور ميديكال ديرنيي، كيعطي واحد النتيجه بان احنا واكلين حاجه سامه بيان سور، مي فيها المعادن الثقيله. كاينه شي حاجه اللي كتسمى معادن ثقيله باسكو سي 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 فريمون كي اتاكي لي زورغان برينسيبو، يعني الاعضاء لي برينسيبال يعني. فوالا هادشي كله كاين في الملف، كاين في الرابور ميديكال، وعندنا سيرتيفيكا اوسي اوفيرت يعني محلوله كيف ما كيديروا الاطباء سيرتيفيكا الا كانت عندك بليسيور اكسيتيرا، كيكون محدد مي موا سي نو سي سي بلوتو اوفيرت باسكو الطبيب ما بقاش عارف شنو غيحط باسكو عندنا كلشي عندنا فيه دي بروبليم. ودابا المشكل الاخر هو ولا كيحرضوا لواحد السيده في العائله عندي باش هي تحاول تحرض الوالده ديالي، باش هي تحاول تحرض. هما كاينين ثلاثه لي بيرسون، وهاد السيده اللي بغات تحرض الوالده ديالي حتى هي من العائله، باش يحرضوا الوالده عندي باش تخرج تهضر تيقول لها خرجي هضري على لطيفه باش على بنتك باش تقولي لها حاجه هي خايبه. وكل شيء الناس جميع المغاربه وجميع الناس كيعرفوا الوالدين مساكن كيفاش دايرين، ما الا كانوا مزيانين مع ولادهم ما يمكنش يقولوا حاجه خايبه. صدقت الوالده مسكينه كتدعي لهم بالسخط وقالت لهم ديوني منين جبتوني، يعني ما بقاتش جلسات عندهم ولا دوزات معاهم شي رمضان ولا حتى حاجه، يعني كانوا بغي يخرجوها الهدف باش نشرح لك انتقاما مني انايا، انا واكله السم وحالتنا مدهوره وحقنا ما خديناش، والسيد اللي كان باغي يقتلنا حتى هو خرج صراح مؤقت هاد ديغنيغمو، لي زوط حتى هما تحكموا ب3 سنين اللي باغي القتيله ديالنا، الاخرين باقيين اونكور اون ليبرتي، يعني هادشي كثير بزاف. هادشي انا عندي سؤال واحد، وكنت سمعت في هذيك المنطقه بانه هاد الظاهره ديال التسميم كاينه بشكل كبير تما، كاينين الناس اللي ماتوا بهذا التسميم بهذه الطريقه، تزغب الحلوف وهادشي. هادشي بحكم انت بنت المنطقه، هادشي كاين ولا لا؟ سانسيرمون وي كاين. ماشي نتوما الاولين، كاينين بزاف كاين اللي ماتوا بهذه القضيه ديال التسميم. كاينين اللي ماتوا، وكاينين الناس اللي تيقولوا باغين مازال يمشيو يلتجؤوا للقضاء، رغم ذلك كاينين الناس اللي باغي يخرجوا الجثث من 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 القبوره باش يمشيو يديروا تحاليل. كاينين الناس بزاف اللي عارفين بان هادشي ماشي حنا هما الاولين في هذا البروبليم تاع التسميم. عندي سؤال اخير، هو هاد الناس اللي ساكتين سنين طوال بهاد الظاهره ديال التسميم في المنطقه، لماذا الصمت؟ هل الساكتين منش كيخافوا؟ الوغ الاكثريه ديالهم فاش كنسمعوا، حنا ما كنجمعوش ديريكتومون مع الناس، حنا كنسمعوا الناس كيفاش كيهضروا على لا سيتياسيون ديالنا اللي وقعات الحاله ديالنا، عاد كنسمعوا الناس كيجيو يشرحوا لنا كيقولنا فوالا راه داروا كوم سا، داروا هادي وداروا هادي وصافي لونطون هما كيديروا هاد الاجرام اكسيتيرا. يعني الناس بالخوف كيخافوا الناس من 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 هذاك من هذيك لا بيرسون اللي كاين في الجامعه ولا كاين في المجلس الاقليمي، هادو هما لي دو بيرسون برينسيبال اللي منوضين الرعب وخالعين السكينه كامله تماك. كنتمنى لابوراتوار يصيفط لنا الريزولتا ديال الخبز اللي كانت كطيب لينا هي، حيت داوه باش يديروا فيه الخبره، ولقاو واحد القرعه ديال الزاج قد هكايا فيها دوك فيها بحال ستيل ديال العقيق ترونسبارون بحال الزاج، يعني بغينا نعرفوا غير الماده حتى هادو مشاو للخبره، كنتسناو الريزولتا باش ان شاء الله نديروا لي زونتيدوت. الله يوفقك سي مصطفى، الله يفرج عليكم. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو الملف اللي تبعوه مجموعه من المغاربه ديال الاخت لطيفه السويسريه والزوج ديالها اللي تعرضوا للتسميم بطرق قمه في البشاعه. الأطراف اللي ارتكبت الجرم الخادمة 20 سنة سجن نافذة، والأطراف اللي هي ساعدتها في الجرم 3 سنوات. حاليا الأستاذ الهيني دخل على الخط لتتبع المرحلة الاستئنافية في الملف. ما يهمنا أكثر هو البحث في هذا الملف على فئات أخرى اللي في هذه المنطقة اللي كتعاني من هذه الظاهرة ديال التسميم.
لماذا فئة أخرى ما تتحاولش أنه تبحث وتتكلم في الموضوع، لأنه الظاهرة ديال التسميم ليست بالأمر العادي في المنطقة اللي هي نواحي مدينة الصويرة. نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم بآخر مستجدات.